اللي استقلبته الطلب. اللي بتعمله ده غلط يا زياد. انت عارف ان مستر عابد مهتم جدا انك تكمل، ومش هيسمح ابدا انك تمشي. الكلام ده مش هيحصل. الموضوع ده هيخلص على حسابي اكراما لمراته ولاخت مراته. انا مريت بالحاجات دي كتير، وانت عارفني يا دكتور فؤاد، انا مش الشخص ده. دكتور فؤاد ممكن تسيبنا لوحدنا لو سمحت؟ اه طب اتفضل. زياد معقوله اللي بيحصل ده؟ انا بجد متضايقه جدا. مش فاهم تقصدي ايه؟ انا بكلمك عن نفسي، عن اللي انا حاسه بيه. بص، يمكن اكون شخصيه عصبيه شويه، يمكن اكون بتحمق لنفسي لكرامتي، بس انت لازم تفهم ان انا واحده كل اللي انا عايزاه من الدنيا ان انا اصنع نفسي بنفسي. اوعى تفتكر ان انا عايزه اطلع على كتاف عابد طيمور ولا على حساب علاقتي بيه، ابدا. بس عارف بقى ايه اللي قهرني بجد؟ ايه؟ ان انا كنت عظيم الفرحه لما عرفت ان انا هشتغل مع زياد فكري، بس بعد ما حصل اللي حصل حسيت باحباط جدا، اتضايقت قوي، وحسيت قد ايه ان انا حظي وحش. اكتر واحد انا حابه ان انا اشتغل معاه كرهني. انا اسف، انا اسف جدا والله. كرهك ايه بس؟ لا لا بالعكس، انا معجب بستايلك وبطلتك، وشايف انك حد ممكن يكون مهم جدا على الشاشه. بجد؟ طبعا. ميرسي يا بس بقى يا غزل، قال لي هيقعد عامل ده ولا ايه؟ شفتي؟ ضحكتي عادي اهو. حبيتيني؟ جدا. اصلك انا بصراحه ما اعرفش ان لسه في حاجات بتضحك كده، انا ما حدش قال لي. هو انت كنت بتقعدي مع مين يا مفات؟ مع نفسي. بص انا قاعده في بيتي على طول ما بشوفش حد، فهعرف منين بقى ان الناس لسه بتضحك؟ عادي يعني، تعرفي من التلفزيون، من النت. هو انت كنت عايشه تحت الارض؟ انا ما بروحش غير مدارس الاحد، وكل كام يوم كده يعني لما احس اني مخنوقه اخطف رجلي واروح لحد البقال امسك في خناقه افرج عليه مخاليق ربنا، ارجع بيتنا احس اني ياه شكرا يا رب، مش عايزه حاجه تاني من الدنيا. وانت ايه اللي خليكي تقعدي مع نفسك كده؟ وليه قطع مع الناس؟ ومتجوزتيش لغايه دلوقتي ليه؟ لا انا اتجوزت ثلاثه بس زعلوا. زعلوا؟ زعلوا، زعلوا جامد. اتخرجوا. اتخرجوا ازاي يعني؟ اتخرجوا من الدنيا، ماتوا. ما بصراحة يعني دي من الأسباب اللي مخلياني مش عايزة أشوف حد ولا حد يشوفني. أنا كل ما أتجوز راجل شهر اتنين ويتكل على الله لحد ما سموني ماتيلدا جنازات. بس ده مش مهم، لأن من حق الإنسان ياخد التجربة، يفشل ويقوم، يغرق ويعوم، وأنا صامدة شكرا يا رب. وبرضك مش ده المهم. أمال إيه المهم؟ أنا لما بحب حد بيموت على طول. نهار أسود ومنيل. وأنت حبيتيني؟ جدا. يخرب بيتك، بقولك إيه؟ روحي حب عابد تيمور، كان يوم أسود يوم ما خليتك تضحكي. أنا فاهمة اللي أنت بتعمليه ده كله، أنت مش متخيلة الموضوع ده مأثر في نفسيتي قد إيه، عشان كده أنت تلاقيني على طول مكشرة، عشان يعني لا احب حد ولا حد يحبني. طب ما انت اكيد بتحب اخوكي مينا. لا مينا ده من دمي، وبعدين يعني هو مينا اسم الله عليه حوق في حاجه؟ ده اسم الله عليه تدب السكينه في كرشه وتتقطم. ما هو احنا كل حد في عيلتنا كده يعني بيتميز بحاجه. وانت كده برضو؟ امال. وايه بقى اللي بيميزك؟ احلامي. انا احلم الحلم يرشق في صحب النصيب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.